T-test is used to compare means of a variable واللي احنا هنتكلم عنهم النهارده هما الـ dependent t-test والـ independent t-test. <applause> نبتدي بالـ dependent t-test it is used to compare means of two related samples. same people measured twice. ندي مثال نفترض ان عندي statistics course هعمل بري تيست قبل الستاتستكس كورس هدي الناس اللي حضور او الطلبه اللي جم الستاتستكس كورس هديهم بري تيست هشوف السكور بتاعهم اللي هيجيبوه في التيست بتاع الستاتستك ستاتستكس وبعد الكورس هديهم بوست uh, تيست هيمتحنوا فيه ويجيبوا سكور وهريكورد السكور بتاع نفس السبجكتس قبل ال الكورس او بعد آه, قبل الكورس وبعديه آه, وهجيب الديفرنس ان سكور وبعد كده هجيب المين of the difference in score ال t-test هنا بتاع ال dependent t-test بيبقى وظيفته ان هو يثبت ان ال mean of this difference اللي هو ال difference in score is not uh, equal uh, to zero لو انا قدرت اثبت ان ال mean difference uh, in score is not equal to zero ده معناه

هنا الديفرنس اللي بجيبه بجيب المين بلاد بريشر لو انا مثلا بدي بلاد بريشر لورنج ميديكيشن بقيس البلاد بريشر بتاع جروب A اللي هو خدوا الدراج والبلاد بريشر بتاع جروب B اللي هو خدوا البلاسيبو والديفرنس بتاعي بيبقى المين بلاد بريشر اوف جروب A ماينس المين بلاد بريشر اوف جروب B وبرده بحاول اثبت ان المين بلاد بريشر اوف جروب A statistically significant او او اكيد different عن المين بلاد بريشر Of B. لو انا قدرت اثبت ان هو statistically significant uh, difference ما بين التو مينز ده معناه and there is an impact of the, uh, blood pressure lowering medication. Uh, t test بيبقى ليه assumptions uh, منها ان هو uh, T test is a parametric test فانا لازم uh, استخدم normally distributed data Uh, تاني حاجة uh, I need بالنسبة للإندبندنت تيست لأن هما بيبقوا different groups، I need to make sure that the variance of the two groups are homogeneous. There are seven steps for hypothesis testing uh, بديفين النول والالترناتيف هايبرثيس وبستيت الالفا ليفل بتاعي وبحسب ال degrees of freedom وبحط ال decision rules وبحسب التست ستاتستيك بعد ما بحسب التست ستاتستيك بستيت الريزلتس بتاعتي وفاينالي اي ام ستيتنج ذا كونكلوجن هنا عندي اكزامبل لبلاد بريشر لورنج ميديكيشن ده بيرد سامبل تي تيست ادي الجروب الاولاني هياخد البلاد بريشر ميديكيشن قبل ما ياخد البلاد بريشر ميديكيشن استيل بلاد بريشر بتاعه وسميته بلاد بريشر بيفور وبعدين اديته بلاد بريشر لورينج لورينج ميديكيشن وبقى عندي uh, الجروب ده بقيس له الباد بريشر بعد الميديكيشن فاخدته وسميته عندي بلاد بريشر افتر هنا افري بيشنت اكت از هيز اون كنترول اول ستيب عندي هو بديفاين النول اند التيرناتيف هايبوثيسز النول هايبوثيسز عندي ان المين بيفور هيساوي المين افتر ان مفيش فرق بين المين بيفور الميديكيشن Mean blood pressure before ميديكيشن والمين blood pressure after the ميديكيشن الالترناتيف hypothesis إن المين before does not equal المين after. تاني ستيب عندي بشوف الألفا ليفل بتاعي ات از كلينيكالي أكسبتد في أغلب الستاديز الناس تعمل ألفا ب 0.05 ودي تعبر عن إيه معناها إيه لما بقول 0.05 معناها حاجتين أو يعني ممكن تقال بطريقتين أول حاجة probability of getting this result by chance is 5%. او I am 95% confident that my analysis is correct تالت ستيب عندي بحسب degrees of freedom وال degrees of freedom عندي هي ال n-1 وال n هي ال sample size رابع ستيب عندي بست decision rule عندي t table ممكن لو كتبنا في جوجل تي تيبل هيطلع لنا كذا ريسورس نجيب منه t-table التي تيبل بيبقى الناحية دي بيبقى فيه الديجريز اوف فريدم والناحية دي بيبقى فيه البروبابيلتيز اللي هستعملها انا عند 95% كونفدنس انترفال بستخدم الكولم ده بيتقاطع مع الديجريز اوف فريدم بتاعتي اللي هي ال n ماينس 1 هيطلع لي كريتيكال فاليو الكريتيكال فاليو هنا هو بقى بقول في الستيب دي ستيت ديسيجن رول لان انا بعمل الكريتيكال فاليو دي باخد منها البوزيتيف والنيجاتيف بحطهم على التشارت ده ايه اللي التشارت ده ده البلوت بتاع التي ديستريبيوشن وانسى حطيت عندي الـ الـ values بتاعتي الكريتيكال values انا جاهز ان انا اعمل التي تيست او ان انا احسب الـ statistic بتاع التي لان الخطوه اللي جايه ان انا هبص على ان التي تيست الاستاتستيك دي لو اكتر من الفاليو دي او اقل من الفاليو دي اي ويل ريجكت النول hypothesis. لكن لو وقعت في الرينج اللي في النص ده اي ويل فيل تو ريجكت النول hypothesis. الستيب دي اللي هي الستيب الخامسه بحسب التست والتي هي المين اوف ديفرنس اللي هي الافتر ناقص البيفور على الستاندرد ايرور اوف مين اوف ديفرنس والستاندرد ايرور اوف مين اوف ديفرنس هي الستاندرد ديفيجن على, على السكوير روت اوف ان بعد كده زي ما قلنا انا طلعت التي فاليو عندي تو سيناريو السيناريو الاولاني ان انا هقع في, الريق في في الحته اللي هي اقل من الكريتيكال فاليو النيجاتيف يا اكتر من الكريتيكال فاليو دي ففي هذه الحالة السيناريو الأولاني I can reject the null hypothesis ويبقى أنا عندي blood بريشر lowering ميديكيشن كان لي significant أدى إلى statistically significant difference ما بين الجروب ال after والجروب ال before سوري ما بين القرايات ال after والقرايات ال before بتاعهم يعني السيناريو الثاني إن التي فاليو تقع في هذا الرينج وفي هذه الحالة I fail to reject the null hypothesis اخر خطوه عندي هي الكونكلوجن ان ال blood pressure lowering drug cause significant reduction in blood pressure لو انا التي value وقعت في الحته دي او في الحته دي or not يعني لو السيناريو التاني ان انا هنا اهو ان انا بكتب في الكونكلوجن بتاعي ان there was no significant difference in blood pressure يبقى التي value عندي هي ال-observed minus الاكسبكتد على الستاندرد ايرور ايه observed هو المين اوف ديفرنس وايه الاكسبكتد هو الزيرو لان انا النول هايبوثيسز انا اي ام اكسبكتنج ان مفيش uh, فرق فيبقى زيرو uh, فبالتالي ممكن اكنسل ال ال variable ده خالص وتبقى ال t هتساوي ال mean of difference على ال standard error of the mean of difference المشكلة عندي هنا ان this test is biased by sample size وان سامبل سايز از فيري لارج الستاندرد ايرور بيبقى فيري سمول وليه ممكن نفسره بالايكويشن بتاعتنا الستاندرد ايرور اهو بيساوي الستاندرد ديفيجن على سكوير روت اوف سامبل سايز ان ات از بايز باي ان لان انا لما هزود ال ان هنا الستاندرد ايرور هتقل ولما الستاندرد ايرور هتقل من الايكويشن اللي عندي بتاعه التي التي value هتزيد لما التي value هتزيد التس تاتستيك بتزيد فالبى value التي value هتزيد البى value بتقل ده معناه إن ممكن يحصل يعني إن small observed difference may be statistically significant يعني ممكن تلاقي uh, blood pressure lowering ميديكيشن medication بيقلل ال blood pressure مثلا بنسبة uh, بيقلله مثلا 3 ملم mm مركري which is clinically trivial لكن uh, uh, it is statistically significant وتلاقي ال p value كبيرة جدا عنده ده نتيجة ان انا استعملت sample size كبيرة بنحل المشكلة دي ازاي بنستعمل coins دي as an estimate of effect size والكوينز دي بتحسب بانه المين اوف ديفرنس على الستاندرد ديفيجن وليه استعملت ستاندرد ديفيجن لان الستاندرد ديفيجن از نوت بايست باي ان اللي هو سامبل سايز كوين بيقول ان 0.2 ده بيبقى تريفيال او سمول effect 0.5 بيبقى ميديوم effect سايز 0.8 از ا لارج effect سايز أه نبص بسرعة على الاندبندنت سامبل تي تيست مور اور ليس زي الديبندنت سامبل تي تيست بس الاختلافات البسيطة اللي عندي ان الاوبزيرف تي فاليو هي ان الاوبزيرف فاليو هي بتبقى المين اوف جروب ايه ناقص المين اوف جروب بي والاكسبكتد برضو نفس الكلام اقدر الغيها الستاندرد ايرور عندي يبقى انا كده اقدر اقول ان ال هتساوي مين اوف جروب 1 ناقص المين اوف جروب 2 على الستاندرد ايرور والستاندرد ايرور في حالتنا هنا بيبقى ستاندرد ايرور 1 بلس ستاندرد ايرور 2 على 2 الاختلاف الثاني ان انا في الـ في الار لما باجي استعمل ارجيومنتس كلمه بيرد او الارجيومنت بيرد بعمله فولس في حاله الاندبندنت تي تيست ولوجيكالي بعمله ترو في حاله البيرد سامبل تي تيست آه برضو الفاريانس اي نيد تو فيل الارجيومنت ده في الاندبندنت سامبل تي تيست ان ايكوال فاريانس اسيومد او لا آه آه لازم اعمل ليفينز تيست عشان اشوف لو هو ترو اور فولس اقدر املى الارجيومنت ده في الاندبندنت سامبل تي تيست هنتفرج على ازاي بعمل تي تيست يوزنج الار عندي في Intelligence Pills أو حبوب ذكاء، ااا سبوزدلي إنها بتزود الاي IQ طبعًا ده مثال تخيلي. هجيب 150 subject وميجر الاي كيو before and after administration of Pills. طبعًا بما إنها نفس السب... بما إن أنا هاخد القياسات لنفس السبجكت مرتين فهستعمل dependent T test أو بيرد sample T test. أول خطوة عندي هي الداتا simulation هعمل uh, data داتا فريم في 150 subject. ومختار لها طبعا ده الـ ID وده الـ before وده الـ after هخلي شكلها فريندلي شوية بإن أنا بعمل لها بسمي الـ Columns يعني فلو بصيت دلوقتي على الـ data Frame هلاقي إن ده subject ID IQ before peels وIQ after pills let's take a look على الداتا data set في عندي الـ command head أو الـ function head بتديني أول ستة روز أو أول ستة ريكوردز لو بصيت هلاقي المنظر ده اول ستة ريكوردز للسبجكت اي دي او كل واحد متقاسله له الاي كيو بيفور الادمنستريشن فيلز والافتر عشان اجيب سامري ستاتستكس في كذا اوبشن آه عندي لكن من الاوبشنز دي في لايبر اسمها اتش مسك هعمل لها لود و آه هستعمل كوماند اسمه ديسكرايب سيم داتا اللي هو الداتا فريم بتاعتي وبيديني ديسكريبشن لكل الـ variables اللي موجوده في الداتا فريم عندي ممكن برضو نبص بصة سريعة على البوكس بلوت أه اللي هيرسم لنا ال variables بتاعتنا before و after administration of pills أه زي ما احنا شايفين ال pre and post ده ال pre administration of pills ده ال IQ بتاعه أه البوكس بوكس بلوت ده بتاع ال ال scores of IQ after administration of pills زي ما احنا شايفين بعنينا ان هو ال ال الافتر ادمنستريشن بيلز في الاي كيو بيعلى شويه بس احنا مش هنحكم فيجوالي المره دي احنا هنحكم بالستاتستكس بالتي تيست اول حاجه هنعملها ان احنا نحسب التي فاليو ال السامبل سايز عندنا 150 لان ب 150 هنعمل كولم للديفرنس ما بين الاي كيو افتر بيلز والاي كيو بيفور بيلز واسميه ديف فلو بصيت على الداتا فريم بتاعتي دلوقتي هلاقي ان في كولم جديد اتحط اسمه ديفرنس ما بين ال والافتر وال هحسب المين للديفرنس واحسب الستاندرد ديفيشن زي ما احنا شايفين المين بحوالي سته وعشرين ونص تقريبا والستاندرد ديفيشن حوالي عشر سته من عشره Uh, لو نفتكر الايكويشن بتاعه التي هي المين اوف ديفرنس على الستاندرد ايرور اوف ذا مين اوف ديفرنس الستاندرد ايرور اوف ديفرنس هي الستاندرد ديفيجن اوف الديفرنس على السكوير روت اوف ان هلاقي الستاندرد ايرور اوف ديفرنس ب 0.94 uh, وبكده ممكن احسب التي فاليو بالمين ديفرنس على الستاندرد ايرور اوف ديفرنس واشوف التي فاليو بكام تي فاليو طلع لي ب 27.9 يعني تقريبا 28 تاني حاجه هكمبيوت الكريتيكال فاليو الديكريز اوف ديجريز اوف فريدم عندي ب ان ماينس 1 يعني ديجريز اوف فريدم عندي هنا اهو ب 149 الالفا عندي 0.05 فطبقا للتي تيبل انا هختار البروبابيليتي واحسب الكريتيكال فاليو في فانكشن اسمها Qt موجوده في الار هتحسب لي الكريتيكال فاليو بتاخد تو arguments الديجريز اوف فريدم والبروبابيليتي ممكن طبعا احسب الكريتيكال فاليو الكريتيكال فاليو ظهرتني هنا ب 1.97 ممكن احسبها بالفانكشن دي اللي هي Qt تي وممكن احسبها بالتي بالـT-table ممكن دلوقتي نبلوت التي ديستريبيوشن ونحط عليه الكريتيكال Values عشان نشوف احنا هنريجكت ولا هنفيل تو ريجكت النول هايپوثيسس ده ال t distribution عندي والارجمنت اللي انا استعملتها في plotting ال t هي ال degrees of freedom أه هشو ال critical values عندي وانا عارف ان عندي critical values دي بريجكت أنه النول لو هي اقل من ال critical الناحية دي و إنه النول هايبوثيس لو هي اكتر من ال critical الناحية دي طبعا من الواضح عندي ان بما ان التى فاليو عندي ب 27.9 يعني هي اكتر من الكريتيكال فاليو فهرجكت النول هايپوثيسس يعني كونكلوجن اي ريجكت ذ نول هايپوثيسس ذير از ا ستاتستيكال سيجنيفيكانت ديفرنس بتوين ذا مينز اوف اي كيو بيفور اند افتر ادمنستريشن اوف اي كيو بيلز يعني فعلا الاي كيو بيلز دي ليها امباكت على الذكاء طبعا ده اجين ده مثال هايبوثيتيكال يعني مش حقيقي زي ما احنا اتفقنا ان التي تيست ده ممكن يبقى بايست باي السامبل سايز فعشان كده لازم اعبر برضو عن الايفكت سايز بتاعي وبستخدم كوينز دي عشان اعبر عن الايفكت سايز وقلنا ان المعادله بتاعت كوينز دي بتبقى المين ديفرنس على الستاندرد ديفيجن اوف ديفرنس فأنا لو جئت بصيت على الكوينز دي في الاكزامبل بتاعنا بصيت عليه كده الـ value بتاعته هلاقيها 2.38 ده معناه إن في الـ effect size 2.38 standard deviations وده according تو كوينز definition أو coins recommendation إن this is a large effect size وهاي interpret coins دي value دي إزاي هقول إن الـ drug is effective by 2 standard deviations فورشنتلي في فانكشن اسمها تي تيست بتختصر علينا الخطوات اللي فاتت دي كلها بحط فيها uh, الارجيومنتس دي uh, بحط فيها ال uh, ال values بتاعه السكورز افتر الادمنستريشن اوف اي كيو بيلز وبحط فيها ال values بتاعت السكور بفور البيلز وفي ارجيومنت اسمه بيرد بترو فولس انا بختار ترو لان هو ديبندنت uh, سامبل وبحط confidence ليفل بتاعي اللي هو 0.95 Let's run ده هعمل run the هيديني ال ال بي بيقول لي إن الداتا بتاعتي ال before administration of pills the score of IQ before administration of pills و after administration of pills بيديني ال t value و degrees of freedom وبيحسب لي ال p value أنا زي ما أنا شايف إن it is highly significant لأنها أقل من 0.05 بكتير

زي ما احنا شايفين ان هو مديني الانتربريتيشن بنفسه ان هو بيقول دي استيميت ب 2.38 ستاندرد ديفيجن وهو كاتب اه التيست نفسه كاتب ان هو ده معناه ان هو لارج بالنسبه للاندبندنت اه تي تيست اه زي ما اتفقنا ان انا بتاكد من الهوموجينيتي اوف فاريانس اه بحاجه اسمها ليفينز تيست اه ليفينز تيست ده اه موجود جوه لايبراري كار فانا هلود لايبراري كار وهسيموليت برضه داتا هسميها اندبندنت او انديب سم داتا وهبص عليها كده هلاقي ان فيها حاجه اسمها كونفورماتي وحاجه اسمها اف كاتيجوري الداتا دي اصلا موجوده جوه اللايبرري داتا سيت اسمها مور بس انا جوه مور الكاتيجوري بتاعتي الاف كاتيجوري كانت بتبقى ثلاثة فاكتورز او ثلاثة ليفلز ميديم وهاي ولو بس انا عشان اعرف اعمل تي تيست لازم يبقى تو جروبس بس <applause> فأنا شلت الجروب بتاعت الإنترميديت عشان يبقى عندي لو هاي بس عشان بس جاست فور شوينج الإكزامبل بتاعي uh, فبقى عندي داتا فريم بالمنظر ده اللي يهمني تو فاريبلز اللي هموني اللي هي الـ conformity uh, والـ F category uh, ده الـ continuous variable بتاعي ودي الجروبس بتاعتي فأنا عايز أكونبير المينز بتاعت اللو جروب والهاي high جروب uh, فأنا هشوف ال بعمل ليفينز تيست عشان أتأكد Uh, ان في هوموجينيتي اوف فاريانس ولا لا بستخدم فانكشن ليفين تيست وهنا هو البروببيلتي او البي فاليو 0.8 معنى كده ان ذير از نو سيجنيفيكانت ديفرنس معناه ان الاي كان اسيوم ايكوال فاريانس او اي كان اسيوم ان التو جروبس هاز تو جروبس ار ويز هوموجينس فاريانس ممكن بقى اعمل التي تيست للاندبندنت آه سامبل تي تيست آه هيبقى بس الارجومنت بتاعتي بيرد هتبقى بفولس وبحط variance equal سواء ترو او فولس انا في الحالة اللي عندي هنا طلعت ترو بحط الكونفيدنس level برضو آه 0.95 run التست تمام جدا ال p value is not significant يبقى انا اقدر اقول ان I cannot reject the null hypothesis النول هي المحتوطة لنا في المثال ده ان low mean of conformity في ال low group equals the mean أو there is no significant difference بينهم ان المين بتاعة ال low group يساوي المين بتاعة ال high group فده null hypothesis and بالP value اللي تلاقيه دي I cannot reject the null hypothesis وممكن برضو احسب الافكت سايز برضو بالكوينز دي تاني أه هلاقي هنا هو ان هو بيقول لي الافكت سايز از نيجليجيبل بكده يبقى وي ادريست ان اكزامبل اوف ديبندنت سامبل تي تيست واكزامبل صغير عن الاندبندنت سامبل تي تيست